2014 كنت عم بعمل ستريس تيست، بين بالتيست لحتى يصير كومبليت انه الاورتيك فالف مفروض يكون الدايمتر تبعه 3.6، سو كان معي 4.6. أكيد أنا سكند كنت رح موت، لأنه القلب بسكر بيفتح، بس يفتح بيطلع منه دم ستريت على الأورطة، الأورطة بيوزع على بقية الجسم. ذا مومنت اللي عرفت فيها بهذا الموضوع كانت هي ذا مومنت اللي أنا بلشت أطلع من هذا الموضوع. كنت عم بتخيل حالي عم بعمل هيك فيديو وعم بحكي عن هذيك المرحلة. وقت الـ 2017 عملنا آخر assessment، بهذا assessment بيّن أنه صار معي الأورطة 5.2. هيدي كانت الشوك، لأنه هون خلص كل شيء صار قريب. في واحد يضل كل حياته 4.6 او 4.7 let's say الدايمتر تبع الاورطه، بس when you pass level 5 there's no turning back. كانت بمرحله كثير مبسوط فيها من ناحيه الشيب يلي وصلت له بالورك اوت، وممنوع يعلى الهارت ريت عن 100 دقه، وممنوع اعمل حديد ات اول، وبسكي كمان كنت وقف كل شوي انا ونازل على السلوبس لحتى انطر الهارت ريت ليوتا، بس يوتا الهارت ريت ارجع اكمل النزله. سو كانت ات واز ليتل بيت فاني، بس ات باست اند اتس اوفر. ان ذا اويكند ذير از نو فير. اف يور اكشنز دازنت جو وذ وات يو هاف ليرند ذن يو هاف ليرند نوثينج. I always try to make it as a perfection. So, the story goes that I'm a Thai boxing player. مشان فرجي the perfect physique. اضطريت إني أعمل cycle. كتير أخذت injections. كتير أخذت حبوب. ما في إنسان في عقل كان يمكن بيخدهم أو بيعملهم. So, بعد كم سنة بتعرف إنه oops, I did wrong. Mine was a cardiovascular surgery. هي replacement of the aorta. يعني الناس بتعرف قلب مفتوح. بعد الاوبريشن صرت اتذكر شو كنت كيف بتمرن وكيف I'm like an animal in training، وهلا مش قادر امشي فشختين ومش قادر شيل 1 كيلو. هيدا الشيء نفسيا it will try to break you، بس I'm unbreakable. The more you know, the more you realize how much you don't know. I'm a fighter. I'm a warrior. I'm a believer. كل شيء حصلنا عليه for free we take for granted. Our thoughts, our dreams, our senses, our eyes. كل شيء دافعين حقه أو شيء دافعين حقه مصاري بنعمل له قيمة، مع أنه هو لازم يكون العكس. I am alive. Trust me. This is a bliss. There's always a message be any and every situation. You just need to look and see when he had the message. You know, enough talking about it. لأنه when you talk about something, ترجع بتعيشه بدماغك. So it's over. Let's go run.